هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان. تقول نحن في المغرب نتبع المذهب المالكي وأغلب الناس مالكية، وهل على من لم يلتزم بهذا المذهب بكل أحكامه هل عليه إثم في ذلك؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة، ورد في فضله حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا تجد عالما إلا عالم المدينة. وشهدت الأمة للإمام مالك بالفضل والإمامة، ولا زال كتابه الموطأ يتدارسه العلماء ويتناولونه بالشرح والإيضاح. ومذهب الإمام مالك مذهب سني يسار فيه على اتباع الكتاب والسنة في الغالب، ولكن عامة الناس ليس لهم مذهب فقهي، إنما مذهبهم مذهب من يفتيهم، مذهب من يفتيهم، لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله يوم القيامة لا يسأل هل اتبعت مالكا أو اتبعت الشافعي أو خالفتهما، وإنما يسأل الإنسان هل سرت على كتاب الله، هل سرت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالناس على صنفين: العلماء يجب عليهم الاجتهاد والنظر في النصوص الشرعية كتابا وسنة والعمل بالراجح من الأقوال بالأقوال الموافقة لما في هذين الأصلين العظيمين، لقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكل ما كان مخالفا للكتاب والسنة فهذا من الأولياء التي نهينا عن اتباعها بمقتضى هذه الآية: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنصوص في هذا كثيرة متتابعة، ولذلك نجد أن كثيرا من الفقهاء الذين في هذه المذاهب تركوا مذهب أئمتهم وقالوا بغيره لوجود دليل في عدد من المسائل. ففي مذهب المالكية مثلا نجد أن الإمام ابن عبد البر ترك عددا من المسائل، قول الإمام مالك في عدد من المسائل، لأنه رأى أن الدليل يخالف قول الإمام مالك في هذه المسائل. وهكذا أيضا عدد من الفقهاء في مذهب الإمام مالك قد تركوا قول الإمام من أجل موافقة النصوص كتابا وسنة. فإن قال قائل: هل معنى هذا أن نترك كتب المذهب المالكي؟ نقول: لا، هذه الكتب طرائق للتعلم ومدارس ندرس من خلالها، وذلك لأن هؤلاء الفقهاء ضبطوا المذهب الفقهي لذلك الإمام من أجل أن يكون منهج دراسة يدرسون فيه مذاهب الأئمة، وبالتالي يعرفون مواطن بحث المسائل ويعرفون مصطلحات العلماء في المسائل العلمية وماذا يريدون بالألفاظ التي يتكلمون بها، وكذلك يعرفون طرائق الأئمة في التعامل مع الخلاف، وكذلك يعرفون طريقة استنباط الأحكام من الأدلة كتابا وسنة. إذن هذه الكتب الفقهية وهذا المذهب الفقهي هذا مذهب للتعلم والدراسة، نعم، وليس مذهبا للعمل أو الفتية أو القضاء، وإنما الفتية والقضاء تكون من المجتهدين بحسب ما توصلوا إليه باجتهادهم. نعم. ولذلك إذا وقع اختلاف عند العامي فإنه يرجح بين المفتين بحسب العلم بحسب اتباع الكتاب والسنة وبحسب الورع، وبالتالي يأخذ بأقوالهم. ومن ثم إذا خالف الإنسان مذهب الإمام مالك وهو في المغرب نقول: هل يأثم؟ نقول: الناس في المخالفة على نوعين: واحد خالف من أجل اتباع هواه فهذا آثم، والآخر خالف لأنه عمل بقول عالم يظن أن قوله أقرب إلى شرع رب العزة والجلال فهذا مأجور مثاب، له الأجر العظيم والثواب الجزيل.